السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. بداية قبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم كل يوم عندنا قصة جديدة، حكاية جديدة، فيديو جديد. أعزائي المتابعين، وجب الحذر فقد أتى الليل. ربما بعض الأحيان بنشعر أهمية هالجملة، فبالفعل بتوجب الحذر لتجنب حدوث المفاجآت. صديقنا مصطفى مجدي من مصر راح يحكي لنا قصتين غريبتين مرتبطتين بليالي مظلمة وحالكة الظلام، فخليكم معنا ولا تروحوا، راجعي. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيروليكس. القصة الأولى مثل ما قلنا لكم لأخونا مصطفى مجدي من مصر، بيحكي عن الليلتين. الليلة الأولى بقول بمنتصف الشتاء تقريبا والأجواء باردة، وكان إلي صديق بيعمل صياد أسماك وهو هوايته الأولى قبل ما تكون مهنته. دعاني بهذيك الليلة عشان ننزل نهر النيل أنا وهو لنعمل جولة ونصيد، فوافقت مباشرة. وكانت الساعة تقريبا 4 العصر، كل شيء تمام، كل شيء جميل ومختلف بالنسبة لي. وبعد مرور ساعة ونص تقريبا انتهينا من الصيد واسترحنا شوي بمنتصف شيء مثل الجزيرة الصغيرة بوسط المي عشان نشرب الشاي، وبدأ الظلام حلو. بس في شيء غريب جدا أغرب من الخيال صار وإحنا عم نتناول الشاي ونستمتع بجمال نهر النيل، وإذ بثلاث جثث ملفوها بالأكفان البيضة بتطفو على المي، والجثث الثلاث متلاصقات يعني جنب بعض وكأنهن مربوطات. فهون احنا خفنا وصابنا الرعب من هالمنظر المخيف هذا. شلون طفت على المي بهالشكل المفاجئ؟ وشو اللي صار؟ معقول في جريمة قتل حدثت هون ولا شو المشكلة؟ بقول مصطفى انشل تفكيرنا وما بنعرف شو نعمل، وفجأة حدث الشيء الأكثر رعب، ربما يكون هو اللحظة الأرعب بحياتي رغم رؤيتي لكثير من الغراب، لكن هالمرة كانت نوع ثاني. الجثث الثلاث تحركت ووقفت بشكل متلاصق على المي. هون صديقي ما نطق ولا بكلمة واحدة ويبدو عليه الانهيار النفسي، فبسرعة أخذنا المركب ورحلنا بسرعة. وظل صديقي لفترة مش بالقليلة متوقف عن الصيد رغم انه بحب الصيد كثير، ربما لانه ما اخذنا الحذر وقتها لانه الليل قد حل. اما الليلة الثانية بحكيها صديقنا، بقول هالمرة كانت برفقة صديق ثاني. قررت اني ابات عنده هالليلة عشان نتابع مباراة هامة بكرة القدم. بعدها بنكمل سهرتنا بالألعاب تبع البلايستيشن. كانت الساعة 10 المساء والمباراة على وشك البدء. وبعد مرور دقائق من المباراة انقطع الإرسال فجأة، بعدين رجع، بعدين انقطع، بعدين رجع، وهيك وظل ينقطع مرات كثيرة. فقلت لصديقي يعني هالشي هذا بصير على طول؟ قال لي لا. قلت له طيب أني راح أصعد على سطح البيت وأصلح الإرسال، نظرا لفعلي الدائم وفهمي بهالأشياء هاي. فبصير كثير عندي المشاكل الإرسالية بالبيت أو عند جيراننا وهكذا يعني بنصلح. المهم بقول صديقنا مصطفى لحسن الحظ منزل صديقي بالطابق السادس، يعني شقة صديقي كانت بالطابق السادس وسطح المنزل بالطابق اللي بليه، يعني آخر سطح آخر
طب بيت صديقي. بقول صعدت لفوق والسطح مظلم تماما ويبدو عليه خربان مليء بالخردة، ويبدو انه ما في حدا صعد على السطح من فترة كبيرة. فشغلت الكشاف تبع تلفوني وصديقي معي على التلفون للمتابعة. طلبت منه متابعة الارسال على الشاشة، فقلت له بس يرجع الارسال لازم تبلغني مباشرة. بقول صديقي فجأة صار شيء مخيف بهاي الأجواء المظلمة على السطح. فجأة سمعت صوت رجل بصوت مخيف وأجش بيقول مين هون؟ وكأنه هالمكان ملك له وبيعيش فيه وأنا دخيل على هالمكان. هون يعني من الخوف سكتت وصرت أفكر شلون في شخص هون؟ السطح مغلق بالأكفال وخربان، مين هذا يا ترى؟ ورجع مرة ثانية الصوت وقال مين هون؟ فألقيت السلام بس ما رد وقال لي ارحل من هون، ارحل من مكاني. ويبدو يقول مصطفى انه الصوت بيصدر من شيء كالكوخ الخشبي العشوائي بجنب حافة السطح. بقول مصطفى رجعت ونزلت لأنه الأجواء مو مريحة وشعرت إنه في شيء على وشك الحدوث، فمباشرة انزلت وأغلقت السطح مثل ما كان ونزلت على بيت صديقي وقصيت عليه التفاصيل اللي صارت. هون صديقي انصدم وتعجب، خصوصا إنه بالطابق الأخير يعني هو يعني أسفل السطح مباشرة، وقال لي إنه ما سبق له إنه يصعد على السطح نهائيا، حتى إنه ما شاف أي حد من السكان بيصعد كونه بالطابق الأخير، يعني لازم يحس إنه في حدا عم يصعد أو ينزل. ولفترة طويلة بدأ يعني يقلق وصار كأنه يعني فيما بعد ما رصد أي أصوات أو أي تحركات بالأعلى، فصار الوضع عادي. حتى السكان بعد معرفتهم بهذه القصة ما فكروا نهائيا إنهم يصعدوا على السطح عفوا، ممكن لأنهم بالأساس ما فكروا بهالشي هذا مسبقا. بيقول بتسأل صديقنا مصطفى يا ترى مين هالرجل هاللي سمعت صوته وما شفته بهالظروف هاي؟ بقول أكيد مو بشري نهائيا، مستحيل يكون بشري، وربما يعني أنا أخطأت من الأساس بالصعود على السطح بهاي الساعة الليلية، وكان يتوجب علي الحذر من الظلام لأنه قد حل الظلام احذر فقد أتى الليل. القصة الثانية والأخيرة أعزائي المتابعين من السعودية بتحكيها صاحبتها، بتقول تجربتي مخيفة جدا وأقسم إني متأكدة إني شفته وما بتخيل. بتقول طبعا كنت طفلة وقتها ومعروف إنه الأطفال ممكن إنهم يتخيلوا الجن أو يشوفوه، مشان هيك الأفضل عدم تركهم لوحدهم بدون تحصين من الأم. حدث هالشيء هذا قبل 30 سنة بمنتصف الليل وببيت جدتي، كنت راح أنام مع أمي وشقيقتي الكبيرة وأخي الصغير بمنزل جدتي لأنه أبوي سافر برحلة عمل، وكنا وقتها بالطابق الثاني بغرفة للجلوس وفيها جهاز تلفزيون، أني وأمي وكل اللي بالبيت نايمين. وتقول خرجت من الغرفة ووقفت عند بابها وكان ظلام بالطابق الثاني، بس واحدة من الغرف كانت مفتوحة ومضيئة من جوا. هون شفت حصان أسود حجمه صغير بيقرب ناحية الغرفة ودخلها. بتقول مرت سنين وكنت بتذكر هالموقف وبفكر
شو هاللي شفتوه، وما خبرت أمي باللي شفته، كنت خايف عليها. بتقول والآن أنا بمتلك معلومات عن الجن وعن عالمهم، وعرفت إن اللي شفته هو من الجن. فالجن بيقدر الله سبحانه وتعالى معطيه القدرة على التشكل بأشكال من الحيوانات، منها الخيول الصغيرة والقطط السوداء والثعابين والعقارب السوداء. وبتقول الحمد لله إنه ما آذاني وقتها، وأني الآن بمنتصف الثلاثينات من عمري، وأم وحريصة على أطفالي بالأذكار عليهم والرقية دائما بآية الكرسي والمعوذات، وبشغل القرآن يوميا ببيتي قبل أذان المغرب بدقائق، وحريصة على الأذكار دائما. وإحنا بنشد على إيدك يا أختي وبنقول لك دائما احرصي على الأذكار بكل وقت وبكل حين. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. إن شاء الله يكون حاز إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل إعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد، ولا تنسونا بالتعليق. دمتم بخير، السلام عليكم.